طيب احنا عايزين بس الموضوع بتاع بتاع اول راوند. فينك يا موضوع؟ اكل اكل. موضوع اول دقيقة. محمود حسين جاهز؟ يعني هنتكلم عن الاكل، كل الكلام عن الاكل بالظبط كده. دقيقة. دي جي فات سام جاهز؟ ليتس جو. ولا طيب هذا لو انت مفكر نفسك جامد عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك حط التبخ يقطع على نار هاديه، عايز اقول لك ان سيخي فيك شكلك مسخر، عامل زي البطه جاي عشان نحشيك فريك، روح وتعالى زي لما الفرخه بتبقى ماشيه حاسه حاله، هيرب هينزل بيضه تانيه اللي جابك، عايز اقول لك ان صحابك جايه هتهلسك، هتوريك منظر لك انك هيبان اجمد وانت اضيق عشان ضيق، فهقطع الجسد زي السمك واخدك يا اسطى وهعجزك، عايز اقول لك ان الاكل انت جاي في سنين اجاف هتتاكل حاف، عايز اقول لك بينا في اختلاف مهما عملت مش هتعرف تعمل اي حاجه، انت خلصان محمود زي الشيف بروك، عايز اقول لك تاخد مني احلى اصابه، شكلك كفته البابا عامل زي ميسي دلوقتي هيقلدني دلوقتي هيبدلني، عايز اعرف ازاي هنتكلم في الطبخ اذا موضوع يليق لشخصيتك بالظبط، يعني عامل عليك يا اسطى الماتش، ما تهزهاش ما تهزناش الهانش عشان بشوفها بتعب يا زميلي الدنيا والعه، انا جاي وعامل محمود حسين نادر نفس الموضوع دقيقه، نفس الموضوع دقيقه، محمود ابيضاني قال لك هو مين البطه فينا؟ الافكار دي بترزينا بس حلك الواد ده فيك، بس الواد ده فين؟ بينافسني بس مستواه على قد الايد، هو مراد بس انا شيف عشان هتاكل على عينيك، عشان هتشبع، عشان هقل منك، عشان جيت هنا سبقت، عشان جيت كلت منك حته زي الطقم، اسود في اسود وده لما بحب احط فلفل اسود، زي كده محمود ازوق بيه الاكل، بس عادي كده هو خد على عينيه وخلع، بيليق في اي طبق، عشان مش جدع، بس قصدي بيليق في طبق عشان يتفرق، ما كانش قصدي اكل انت عشان بتتسنتر وتتضرب، بس عادي الموضوع ده للموضوع الجاي حلك من الاكل، بس كان ممكن يبقى موضوع عن الاكل، بس حلك وده مش زومبي، فلو هنتكلم على الاكل فانا الزومبي وده بالنسبه لي لحم بشري. كده راوند 1. الراوند التاني بقى نستنى الموضوع بتاع الراوند التاني دقيقة ودقيقة كمان. موضوع اللي معانا النهاردة التاني هو قدرات خارقة. هو أنا عايز أفهم، هو أنا ممكن أتكلم برا الأكل ما يبتني عادي بما أنه قلبه جايبه يعني، أو نلعب قدرات خارقة وأبطله عادي؟ لا إيه؟ خلاص نلعب على مزيكا شغل بيت راب نشوف مين رابر أجمد عشان العيال الصغيرة بتتنطط. لا هنعمل بوم باب من غير موضوع، موضوع هتلعب معايا من غير موضوع؟ ولا انا عايز اقول لك انك جاي وهتتمزق حاسك لسه ملزق، عايز اقول لك اللي قبلك من بلدنا فانت واقف اهو انت جاي عشان ادق اصحابك يا اسطى هبله البولائيه عاملين رجاله بس لا مش مستويه الطلبيه مع اي حد في اي حته لاي جده تاخد مني هديه ولا وسع لها وقع لها الاتيتيود مش هيكسبك الباتل كلها، روح وتعالى لف يابا حوالين نفسك روح لصاحبك كله اللي حطك مش بنفسك هيبص للناس مفكر ليه اناس عيال بتتاخد وبتاخدها بالمقاس اصل اللي عدى واللي روح عن اللي من البولاء هتعد بولاء ما جابتش غير كاريكو ياضي وفليكس اما انتوا تحت هاي محدش هنا هيسد محدش يعرف يقف جنبي ويبقى ند مين اللي اتضرب الاكل باين على جدتك اصلك بطل اصله عامل نفسه مقطع يا جدعان وخطر قطع شعري من ورا اصل انا جامد بس احيانا بمشي الشباب وبالم مسخره ايوه اصحابي بياخدوني تحت الجناح ما لو كان جامد ما كانش حطك انت مان انت حاطط نفسك في الواقع ومش بنفسك عايز اقول لك انك اتفشخت وده التمام للي شبك جاهزين طب يا جماعه جاهزين استنوا بس لحظه بص كانت فري ستايل جامده فشخ بس احنا لازم نمشي مع قدرات خارقه اوكي نلعب قدرات القدرات الخارقه ان احنا هنعمل فري ستايل جامد لازم لا 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 موافقين لا يا جماعه ما هو خلص راوند لا يا جدعان خلاص. نمشي مع الموضوع يا جدعان احنا الفكره كلها احنا اسفين بس ايش اللي انت عايزه نلعب قدرات خارقه نشوف مين بيحضر ومين بياخد وكده يلا بس بالظبط
يلا يا جدعان نرجع تاني نبدا اي حد في اي حته نرجع تاني نبدا بيك قدرات خارقه تاني يلا قدرات خارقه امين ازاي ما عشان التاني ده ما يحسبش يا جادجز يلا ما هو موافق وانا موافق خلاص يا جماعه مولوتوف قال اي حد في اي حته في اي وقت خلاص مولوتوف قال يا جماعه مولوتوف قال نادر انت هتكمل هو مين بيحبه عشان اقل منه هو مش كلب زارة بس بقى فلاح من ساعة ما بطل يا زميلي يلبس منه كنت ندي ليه دلوقتي بيقيم فيك حط عليك مرة احط عليك التانية هتبقى تونسي عشان هتبقى يا صوفي في الباتل دي دبل اي هو انتوا فاهمين انه هو عنده قلب الحق يا فرغلي الواد بقى يولع قدام اي حد هو فين فرغلي شفته النهارده ده مش شايفنا وشايف نفسه بس لو حد قالك انه سد قدام فرغلي هتقوله ايه الواد حل مشاكل الخميس نزل لي يوم السبت ايه ده محمود بقى جامد محمود بقى يباتل بس هو فاكر انه جامد لحد لما نزل قدام نادر كل حاجه انتهت جه ملك تاني للباتل راب للفري ستايل والارتجال في مصر حلك كده انا مش هرضى غير بالنصر بمشي على الشوك لو حتى على موت بلاقي دايما فوق احنا فوق تمام ولسه تمام. مكمل تايم طب يا جماعه هم عملوا راوند وفكسوا الثيمز بس دلوقتي احنا لازم نرجع تاني نشتغل بموضوع الراوند دي هنعمل راوند تالت انا هقعد ابطل طول الليل ولا ايه ما خلصت في كلمه الا كلمه عادي بس يعني. خلصانه خلاص فوت. لا 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 مفيش فوت اللي انتوا عايزينه لحد بكره انا معاك بس هنعمل راوند تالت عشان يلا. لازم نمشي على الثيم عشان اللي هيمشي معاك وهيمشي مع الناس التانية اللي انت عايزه يابا انا معاك في اللي انت عايزه طيب الثيم قدرات خارقه دقيقه هنبدا بمحمود حسين راوند 3 That sound good? Let's go! عارفين ان انا دلوقتي جيت دمرته من كتر ما حرقه مني هيولع من تحت سجارته اكيد دي قدره خارقه حاسك بس لابس شفتفي حاسك بس قدامي مختفي حاسك على وشك هتتكفي عايز اقول لك انك ما بتعرفش تراب لانك ولا حاجه بتعرف تعملها ولا حتى بتوزن كلمه عايز اقول لك ان القدرات بس بتفرق بينا قدرات خارقه ازاي ما انا عندي قدره خارقه هو حد في العالم بيعرف يعمل كده طب حد تاني يا جدعان عنده جزء من الموهبه من عند الله هي جايه هبه يعني لو قدرات خارقه زي سبايدر ارمي الشبك زي ثانوس اعمل كده تختفي تبقى ادم لو قدرات خارقه انت فلاح ده عامه ما بيشوفش افلام اجنبي ما بيقراش الترجمه اكيد دي برضه تبقى قدره اكيد هتكرب دلوقتي من هنا لحد بكره عايز اقول لك ان انت واصحابك ولا تجروا ولا حتى تاكلوا ولا ليكوا قدره انتوا اصحاب قدره في المنطقه عاملين قوه خارقه وهم خمسه سته يا اسطى بياخدوا كده وكده واكيد دي قدره خارقه اكيد انا صيادتك اتشهرت يا النهارده ايه اللي بيحصل ايه الحوار هي القوه دي ولا الهدى محمود قدرات خارقه نادر دقيقه فات سام وي جود ليتس جو ما تشتمش يا نادر لسه مش مقتنع اني كسبتك لسه مش مقتنع اني بقل منك القدره الخارقه انك بتقول اربع كلمات في البار قدراتي الخارقه اني بقول راوند في الكلمه حلك انت منين ولا انت منين انت عمرك ما جيت انت اتنسيت بيقولوا محدش بيكسبوا ليه قدره خارقه كسبته مرتين بخش ازيع بودي محدش فيهم زيي بس الواد ده معمي ادوس عليه برجلي بس عشان ما جاش ما عملش راب وقت الارتجال تلاقي ارتباك عشان تلاقي اشتباك اعمل كده تلاقي عنده اشتعال فبولع السيجارة اللي قال عليها منه فحلك كده خش ازيع بس حلك الواد ده ما جاش جنبي بس عادي بالنسبة لي كده انا التاني كسبته ممكن الجماهير تحدد ممكن في الفوت نخش نقول مين كسب مين مقتول عشان من 3 ثواني هو اصلا كان مقتول ميك سم نويز فروم محمود حسين ونادر جماعه افكركم بس اللي هيشتم هيلوز بوينتس دي الرولز انت لسه
دلوقتي نبص للجادجز ونعرف مين اللي هيوصل الفاينل راوند، محمود ولا نادر؟ هلا في جنبي هنا. جاهزين؟ 3 2 1 فوت محمود حسين.